بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم وفقنا وفقهنا في أمور ديننا ودنيانا يا رب العالمين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلمائنا والمسلمين. اللهم يا رب العالمين اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم ادخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. فصل. وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. هذا الفصل يتكلم على صلاة الجمعة. فصل. وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. وهذه شروط أيضا لغير الجمعة من الصلوات: والحرية والذكورية والصحة والاستيطان. فلا تجب الجمعة على كافر أصلي وصبي ومجنون ورقيق وأنثى ومريض ونحوه ومسافر. يبقى ليه شروط وجوب الجمعة؟ شروط وجوب الجمعة لها شروط كثيرة، في شروط صحة ولا وليست وجوب، يعني ممكن تصح ممن لا تجب عليه. شروط الصحة: الإسلام طبعا لابد يبقى مسلم، ولكن لا يشترط البلوغ، ولابد يبقى عاقل، مش كده برضو؟ عشان تصح الصلاة منه أو أي عبادة لابد أن يكون مسلما عاقلا. فإذا صلها صبي قبل البلوغ صحت منه، ولكن ليس شرط وجوب بس شرط صح، يعني إذا صلاها، ولكن وليست شرط، لا هي شرط وجوب ولا هي شرط كمان، يعني هي تبقى شرط صحة فقط لكنها لا تجب على الصبي. ولو صلاها العبد اللي هو غير الحر تصح أيضا منه وياخذ ثواب الجمعة لكن ليست واجبة عليه، ولو صلتها المرأة تصح منها ولكن لا تجب عليه، واخد بالك؟ يبقى في شروط صحة وليست شروط وجوب، وفي شروط بقى اسمها شروط انعقاد، يعني علشان تنعقد الجمعة لازم تنعقد بعدد معين يتوفر فيه الشروط دي، تتوفر فيهم شروط الصحة أولا، ويزيد عليها شرط الاستيطان، يعني ما يكونش مسافر، ولازم فيها ذكورية، فلا تنعقد الجمعة بصبيان ولا نساء ولا مسافرين، كويس؟ يبقى شروط الانعقاد غير شروط الصحة. فالشروط أنواع كتيرة، هنقعد بقى نقسمها ونشوف إيه هي الشروط. يبقى في شروط صحة، وفي شروط وجوب، وفي شروط انعقاد. شروط صحة وشروط وجوب وشروط انعقاد، واخد بالك؟ فناخد بالنا من الحكاية دي. هيبدأ الشيخ البيجوري الأول يديك مقدمة كده جميلة عن بعض المعلومات عن كلمة الجمعة، وهل هي أسبوع ولا تطلق على اليوم، وهل هناك فرق بين نطقها ويقصد بها الأسبوع الكامل. ساعات تقول لي أنا هاجي لك بعد جمعة، يعني بعد أسبوع، يعني بعد سبعة أيام، مش كده برضو؟ وأحيانا تقول حصل لي الجمعة، اللي هو ايه؟ صلاة الجمعة المعروفة في يوم معين،
يبقى احيانا تطلق ويراد بها يوم، واحيانا تطلق ويراد بها صلاه، واحيانا تطلق ويراد بها اسبوع، يبقى ليها معاني كثير. فهيدي لك ايه معنى الحاجات دي. فبيقول الشيخ البيجوري هنا: فصل، اي هذا فصل في بيان شرائط وجوب الجمعه وشرائط صحه فعلها وفرائدها وهيئاتها، كما يعلم من الوقوف على كلام المصنف. والجمعة، والجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها وحكي كسرها. يعني ممكن تقول لو تقصد إيه، لو تقصد اليوم، ما تقصد في الأسبوع، ما تقصد اليوم ينفع فيها تثليث الميم، تقول الجمعة بضم الميم، وتقول الجمعة بفتح الميم، وتقول الجمعة وإيه وتسكن الميم، جمعة، يبقى يجوز فيها الضم والإسكان والفتح والكسر. كل ده لما تقصد اليوم مش الأسبوع، لكن الأسبوع التسكين واحد قولا واحدا، لما أقول لك بعد جمعة أسكن الميم على طول تبقى أسبوع. واضح؟ وجمعها جمعات، جمعات بضم الميم إن كان المفرد بضمه، وجمعات، وجمعات بإسكانها إن كان المفرد بإسكانه، وبفتحها وجمعات إن كان المفرد بفتحها، وبكسرها جمعات إن كان المفرد بكسرها. فالجمع تابع للمفرد في لغاته المذكورة، ويزيد المفرد الساكن الميم اللي هو الجمعة بجمعه على جمع. وهذه اللغات في اسم اليوم، كل اللغات اللي فاتت دي بقى في اسم اليوم نفسه. وأما اسم الأسبوع فهو بالسكون لا غير، لما يوصل الأسبوع أو للجمعة بالسكون لا غير. واضح؟ وإنما سمي اليوم بذلك، ليه سمينا اليوم ده يوم الجمعة؟ لما جمع فيه من الخير. وقيل دي أسباب تسميته الجمعة، إنه جمع فيه من الخير الكثير، أو لأنه جمع فيه خلق آدم عليه السلام. سيدنا آدم خلق يوم الجمعة، جمع فيه خلقه. وقيل لاجتماعه فيه مع حواء في الأرض بسرنديب، على الراجح لما خرج من جنة الابتلاء والاختبار إلى الأرض، لما قال له اهبطوا فيها منها جميعا. والهبوط لا يستدعي أن تكون الجنة الابتلاء هي جنة في الإيه؟ جنة المأوى، لا تستدعي هذا، لأن هل الجنة التي أكل من شجرتها سيدنا آدم هي جنة المأوى اللي هيدخلها الناس؟ أنا أعتقد أن هي ليست جنة المأوى، لأن جنة المأوى القاعدة فيها وما هم منها بمخرجين، فاللي يدخلها ما يخرجش منها، مش ربنا بيقول وما هم منها بمخرجين؟ لكن سيدنا آدم خرج، يبقى أكيد مش جنة المأوى. وإن كان قيل إن هي جنة المأوى، بس أنا اعتقادي إن هي ليست جنة المأوى، لأن جنة المأوى القاعدة أنهم لا يخرجون منها، من دخلوها لا يخرجون منها. ومن أكل من ثمار جنة المأوى لا يستطعم طعام الدنيا أبدا، ولكن سيدنا آدم أكل أكل الدنيا بعد كده وعاش فيها، واخد بالك؟ وكان يجوع ويعطش، واللي يأكل من أكل الجنة لا يجوع ولا يعطش إذا شرب من مائها، وسيدنا آدم كان يعطش. دل كل ذلك على أنها ليست جنة المأوى ولكنها جنة الاختبار، يبقى ربنا سبحانه وتعالى عمل له جنة يختبر فيها، فيها كل ما تشتهي نفسه من طعام وشراب ما عدا شجرة واحدة قال له ما تاكلش منها، عشان يختبروا فيها حتى يعلم من خلال هذا الاختبار أن إبليس عدو له ولذريته. فلما تم الاختبار وتم العلم بأنه عدو له قال اهبطوا منها جميعا. والهبوط ليس معناه أنها كانت يعني في السماء، مش كده برضو؟ لأن ربنا قال لبني إسرائيل قلنا اهبطوا مصر، مش كده برضو؟ قلنا اهبطوا مصر، وهم كانوا على الأرض، يعني انزلوا مصر وهم ماشيين لها، جايين لها من إيه؟ جايين لها ماشيين، مش كده برضو؟ يبقى اهبطوا ليس الدليل على أنها كانت في السماء فهبطوا. واضح؟ كل دي أدلة يعني، والله أعلم، يعني تخليني يعني أرجح والله تعالى أعلى وأعلم أنها ليست جنة المأوى.
لكن على أي حال في كثير من المفسرين قالوا هي جنة المأوى وخلاص، على أساس إذا أطلقت الجنة تبقى الجنة المعهودة وريحوا نفسهم. ما هو كانش لسه بقى طرد، ما كانش لسه طرد، وعلشان هيدخلها برضو من ذريته المؤمن، ما هيجي من ذرية إبليس الجن المسلم المؤمن اللي هيدخل الجنة برضو. وعشان كده قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا عليه، زي ما كان في أول الخلق كده جنة المأوى كان فيها جنس الجن وجنس البشر، في الآخر هيبقى فيها جنس الجن أيضا المؤمن مع جنس البشر، ولكن إبليس نفسه مطرود. يعني في علماء قالوا كده يعني، لكن كون إبليس قاعد فيها معناها أن لازم تبقى هي جنة مش جنة المأوى، ده برضو إيه قابل للمناقشة. لكن على أي حال ما زال هذا الأمر في علم الغيب لا يعلمه إلا الله، هل هي جنة المأوى ولا جنة اختبار، هل هي كانت في السماء ولا في الأرض، كل ده لا يعلمه إلا الله، لكن هي مجرد ترجيحات، والخلاف فيها لا يضر عليه. ولما قال له اهبط من الجنة بقى، يقال انه نزل هو ستنا حواء كل واحد نزل قعدوا يدوروا على بعض، فقعدوا يلفوا على بعض مدة طويلة، فقيل انهم اجتمعوا في سرنديب، سرنديب كده قرب الهند، وقيل اجتمعوا في عرفة، عشان كده سميت عرفة لانهم تعارف فيها. وبعد قد ايه، بعد سنة ولا اتنين ولا شهر ولا اتنين، الراجح انها بعد 40 يوم، قعدوا 40 يوم يلفوا يدوروا على بعض، لأنه جمع فيه خلق آدم عليه السلام، وقيل لاجتماعه فيه مع حواء في الأرض بسرنديب على الراجح، وفي قول أنه هو في عرفة، مش كده برضه، عشان كده سميت عرفة لأنهم تعارف بعد 40 يوما، وقيل غير ذلك. يعني أسباب تسميته الجمعة ليه أسباب كتيرة بقى غير ذلك. وكان يسمى في الجاهلية يوم العروبة أي البين العظيم، ولذا قال بعضهم نفس الفداء لأقوام هم خلطوا يوم العروبة أورادا بأوراد. وأول من سماه الجمعة كعب بن لؤي، جد من أجداد نبينا في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب اللي هو شيبة الحمد، مش كده برضو، ابن هاشم اللي هو عمرو، ابن عبد مناف اللي هو المغيرة، ده جد النبي برضه، ابن عبد مناف اللي هو ابن قصي، قصي سموه مجمع، ابن كلاب اللي هو حكيم، سمي كلاب لأنه كان عنده كلاب صيد كتيرة لأنه كان كريم بيطعم الناس فاشتهر بكلاب، لكن هو اسمه الحقيقي حكيم، ابن مرة، ابن كعب، أو ده كعب ده بقى اللي هو أبوه لؤي، هو أول من سماه الجمعة، أول من سماه الجمعة، كويس؟ وأول من سماه الجمعة كعب ابن لؤي، وهو أول من جمع الناس بمكة وخطبهم وبشرهم بمبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمرهم باتباعه. هم أجداد النبي ناجينهم، أجداد النبي شوف لحد فين الجد الإيه كام عارفين، كانوا عندهم خبر متوارثين وأبا عن جد كده من لدن سيدنا إسماعيل النبي اللي هو أبوهم اللي هو جد لعدنان، كويس، كان يقول لهم إن هيخرج فيكم نبي اسمه محمد من سلالتكم من سلالتنا، وكانوا يعرفوا إنه هيخرج من اللي جبهته منورة فيهم من أبنائه، تلاقي كل واحد من أبنائه واحد جبهته فيها نور، يبقى هو ده السلالة ماشية فيه، كويس، فكانوا يتوارثوا الإيه التبشير به بمبعث نبي يخرج من بيننا منا من سلالتنا، واخد بالك، وكان يأمرهم باتباعه، يبقى كانوا هم ناجين. وأول من سماه الجمعة كعب بن لؤي، وهو أول من جمع الناس بمكة وخطبهم وبشرهم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وليه بعض الخطب اللي حفظها العرب أبا عن جد كده متوارثينها زي ما كانوا يحفظوا الأشعار، أوردها ابن هشام في سيرته وابن إسحاق في سيرته، فاللي عايز يطلع عليه ممكن يجيب السير القديمة ويقرأ. وأمرهم باتباعه. ويسمى أيضا يوم المزيد لزيادة الخيرات فيه، وهو أفضل أيام الأسبوع، يعتق الله فيه
600 ألف عتيق من النار كل يوم جمعة، 600 ألف واحد من أمة النبي بيعتقوا من النار. شفت أمة مرحومة أهو، كل جمعة بالغيظة في أمريكا، ما تقدرش تمنع هذا القرار، وبالغيظة بالكفار، وعلشان كده الكفار يعني بيحقدوا على أمة النبي صلى الله عليه وسلم لما هم فيه من الخير. كلما ضيقوا عليهم وظنوا أنهم ماتوا يجدوا فيهم الفرج، ويجدوا فيهم الرضا، ويجدوا فيهم التوكل والثقة بالله، ولا يتركوا دينهم مهما جاعوا ومهما تعبوا ومهما ابتلوا ومهما على مر العصور. أمة عجيبة. يعتق الله فيه 600 ألف عتيق من النار، من مات فيه، واللي يموت فيه كتب له أجر شهيد. يبقى اللي بيموت يوم الجمعة ده ليه فضيلة زائدة عن اللي يموت في سائر أيام الأسبوع. من مات فيه كتب له أجر شهيد ووقي فتنة القبر. فتنة القبر اللي هو السؤال الملكين يعدي ده، يتعدى ما يتسألش، يعني يدخل القبر بتاعه ولا يسأل، إيه سؤال القبر ده مستثنى اللي هيموتوا يوم الجمعة. ووقي فتنة القبر، أو يسأل ويوفق للإجابة، يا إما لا يسأل أصلا أو يسأل ويوفق للإجابة. كويس. وكذلك ليلته، كل ده بيتكلم على يوم الجمعة اللي هو نهاره. وكذلك ليلته فهي أفضل ليالي الأسبوع، يبقى أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة اللي هو النهار، وأفضل ليالي الأسبوع هي ليلة الجمعة. وأما أفضل الأيام على الإطلاق طول السنة بقى هو يوم عرفة، وعلشان كده لما يجتمع عرفة مع يوم جمعة كمان يبقى يزداد الفضل على الفضل. كويس. يبقى وأفضل الأيام على الإطلاق فيوم عرفة. طيب، وأفضل الليالي على الإطلاق ليلة المولد الشريف بالغزة الوهابية. مش فاهمين، لأن لولا المولد الشريف ما ظهر الإسلام وما جاء القرآن وما كنا فيه من هذه الخيرات. يجي يقول لك طب ما ليلة القدر، طب ما لولا المولد الشريف ما كانتش جت ليلة القدر، ده جت ليلة القدر عشان اتولد النبي وبعث وقال لنا في ليلة قدر. طب لو ما اتولدش ما كانتش هيبقى في ليلة قدر أصلا، مش كده برضه؟ ولا هيبقى في إيمان. يبقى ليلة المولد الشريف دي أفضل ليلة على الإطلاق، ليلة المولد الشريف، لما ترتب على ظهوره صلى الله عليه وسلم فيها من النفع العميم والخير العظيم. وعند الإمام أحمد أن يوم الجمعة أفضل الأيام مطلقا حتى من يوم عرفة، وإن ليلته أفضل الليالي مطلقا حتى من ليلة القدر. ده كلام مين؟ الإمام أحمد بن حنبل. يبقى شوف أنت كل ليلة جمعة عندك بتيجي كل أسبوع عليك، وليلة عظيمة تاخد بالك منها، وكل نهار جمعة بيجي عليك وأنت مش واخد بالك، يوم عظيم وأنت مش واخد بالك منه، فيبقى تاخد بالك من الحاجات دي، ما تضيعش هذه الفرص. والحاصل أن أفضل الأيام عندنا معاشر الشافعية، يعني أن أفضل الأيام عندنا يوم عرفة، ثم يوم الجمعة، ثم يوم عيد الأضحى، ثم يوم عيد الفطر، بالترتيب كده. يبقى أفضل الأيام عندنا يوم عرفة، وبعدين يوم الجمعة، وبعدين يوم الأضحى، وبعدين يوم عيد الفطر. وأن أفضل الليالي عندنا ليلة المولد الشريف، ثم ليلة القدر، ثم ليلة الجمعة، ثم ليلة الإسراء. وعلشان كده احنا ايه في رأي عندنا ان ليلة القدر بتبقى ليلة وتر جمعة في العشر الأواخر من رمضان. تيجي في العشر الأواخر من رمضان تدور على ليلة وتر وتكون جمعة وفي العشر الأواخر، يبقى نشن عليها دي ليلة القدر عشان يجتمع كل الخيرات فيه. فده في رأي عندنا كده، والراجح ان هي اصلا متحركة. يبقى أفضل الليالي عندنا ليلة المولد الشريف، ثم ليلة القدر، ثم ليلة الجمعة، ثم ليلة الإسراء. وهذا بالنسبة لينا احنا، بالنسبة لينا احنا كأمة النبي. طب وبالنسبة للنبي ليلة الإسراء والمعراج دي أفضل ليلة ليه؟ ليه؟ لأنه رأى ربه بعيني رأسه. دي ليلة التشريف التكريم للنبيين خاصة بيه بقى، دي ما فيش أحلى منها ليلة عند نبينا دي، واخد بالك؟ وأما بالنسبة له صلى الله عليه وسلم فليلة الإسراء أفضل الليالي، لأنه رأى فيها ربه بعيني رأسه على الصحيح. كويس. طب الليل أفضل ولا النهار؟ مطلقا بقى الليل أفضل من النهار،
والليل أفضل من النهار. وكما يسمى الجمعة لما تقدم تسمى الصلاة به لاجتماع الناس لها، يبقى هو نفسه يسمى جمعة والصلاة نفسها بتسمى الجمعة برضه، واخد بالك؟ ليه الصلاة بتسمى الجمعة؟ لاجتماع الناس فيها، لأنها لا تصلح إلا جماعة أصل، لكن أي صلاة تانية غيرها ممكن تصليها جماعة وممكن تصليها فرادى، فاش مشكلة، إلا صلاة الجمعة لا تصلح إلا جماعة، فلا بد من اجتماع الناس له. وقد مر أنها أفضل الصلوات، أفضل الصلوات في الأسبوع كله صلاة الجمعة، وبعدين بعد كده يجي فجرها، فجر الجمعة ثم عصر الجمعة، مش كده برضو بالترتيب كده وانت ماشي. وهي لهذه الأمة من الخصوصيات. شوف اليهود أمروا ان هم يجتمعوا للعبادة يوم في الأسبوع، وكان المفروض يهدوا إلى يوم الجمعة، فلضلالهم ولإساءة أدبهم مع الأنبياء إيه جعلوهم السبت، فربنا بعدهم عنه، واخد بالك خالص. وبعدين النصارى خلوه يوم الحد، بعدوا أكتر، كويس؟ لما جت أمة النبي صلى الله عليه وسلم هدوا لهذا اليوم اللي هو المعروف أفضل يوم في الأسبوع، إيه عند النصارى؟ الحد. ما وصلوش للحقيقة، الحقيقة إن أفضل يوم الجمعة، وعند اليهود إيه؟ السبت. يبقى برضه ما حطوش إيدهم على اليوم الأفضل يوم في السنة في الأسبوع، لحد ما جاءت أمة النبي: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، واخد بالك؟ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى وقد مر أنها أفضل الصلوات وهي لهذه الأمة من الخصوصيات، وفرضت بمكة ليلة الإسراء. يقوم اليهود يشيعوا في العرب لما يغيروا منهم أن يوم الجمعة ده في ساعة نحس، عشان إيه؟ يكرهوا الناس فيه، ويشيع عند العوام، عوام المسلمين، وعند المسلمين الجمعة ده في ساعة إجابة وهو أفضل الأيام. يقوم اليهود يقلبوها، يخلوها بدل ساعة إجابة يخليها ساعة نحس، ويفضل الناس يكرروها كالببغاوات وهم مش واخدين بالهم. وهو أفضل الأيام في الأسبوع، وهو الذي هدينا إليه دون سائر الأمم، هدانا الله ببركة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك فيه ساعة إجابة. وهي لهذه الأمة من الخصوصيات، وفرضت بمكة ليلة الإسراء. يبقى فرضت الجمعة، صلاة الجمعة ليلة الإسراء مع سائر الصلوات، يعني ما هي معروفة في الإسراء والمعراج، لكن النبي ما صلهاش في مكة، مع أن الإسراء تم في مكة قبل الهجرة بحوالي 13-14 شهر كده، مش كده؟ يعني شوف مرة عليه جمعة كتيرة أهو، ما صلهاش قبل الهجرة. طب ليه؟ ولم يصلها بمكة لأنه لم يكمل عددها عنده، أو لأن من شعارها الإظهار، وكان صلى الله عليه وسلم بمكة مستخفيا لا يتمكن من إظهارها. طيب، وأول من صلاها من المسلمين وأول من فعلها بالمدينة الشريفة قيل قبل الهجرة أسعد بن زرارة رضي الله عنه. يبقى كانوا بيصلوا الجمعة في المدينة والنبي قعد في مكة قبل هجرته، ما كانش بيصلي الجمعة، ويصلوا الجمعة في المدينة بعد فرضيتها، لأن المدينة دار إسلام ودار أمان، لكن مكة ما كانتش دار إسلام ولا دار أمان، مش كده برضه؟ وأول من إيه؟ من فعلها بالمدينة الشريفة قبل الهجرة أسعد بن زرارة رضي الله عنه، بمحل يقال له نقيع الخضمات على ميل من المدينة، وهي بشروطها الآتية. هي بالشروط اللي جاية لما تتوفر جميع الشروط، شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط الانعقاد، تبقى فرض عين. لما تتوفر في واحد شروط الصحة وشروط الوجوب وشروط الانعقاد صارت فرض عين عليه، لازم يحضرها، واضح؟ وهي بشروطها الآتية: فرض عين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فأمر بالسعي
وظاهره الوجوب، الأمر ظاهر الوجوب. وإذا وجب السعي وجب ما يسعى إليه، إذا وجب السعي يبقى وجب ما يسعى إليه الجمعة. ونهى عن البيع كمان وهو مباح، ولا ينهى عن المباح إلا لواجب. كل دي أدلة إيه؟ وجوبها. والمراد بذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إيه ذكر الله هنا؟ اللي هي صلاة الجمعة. والمراد بذكر الله الصلاة، وقيل خطبة، وقيل الخطبة، لأن الخطبة برضو إيه؟ مقدمة للصلاة. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم، ده الدليل الثاني من السنة. يبقى دليل وجوبها من الآية إنها أمر، والأمر ظاهر للوجوب، والأمر بالسعي دليل على الوجوب ما يسعى إليه، والدليل الثاني من الآية النهي عن فعل مباح وهو إيه؟ البيع، وهو مباح، ولا ينهى عن المباح إلا من أجل واجب، مش كده برضه؟ والدليل الثاني من السنة بقى، ولقوله صلى الله عليه وسلم رواح الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم يعني بالغ يعني. وإذا وجب الرواح إليها وجبت هي بالطريق الأولى، مش كده برضو؟ ومعلوم أنها ركعتان وليست ظهرا مقصورة. معلوم أن الجمعة ركعتين، والركعتين دول مش معناها أنها ظهر مقصورة، لا، ده هي صلاة مخصوصة كده، هي كاملة كده وهي ركعتين، كويس؟ ومعلوم أنها ركعتان وليست ظهرا مقصورة، وإن كان وقتها وقته، وإن كان وقتها وقته لوقت الظهر يعني، وتتدارك به. لو فاتتك الجمعة بتصلي ظهر تقوم تدركها بالظهر إذا فاتت، يعني بالرغم إن هي في وقت الظهر، وإنها لو فاتت بس بعوضها بصلاة ظهر، إلا إنها مش إيه، ليست صلاة، ليست عوضا عن صلاة الظهر، كويس؟ بل هي صلاة مستقلة. ليه؟ لأنه لا يغني عنها عند عدم فواتها. لأن لو الناس لسه ما صلوش الظهر وهي واجبة عليك فرض عين، ما ينفعش تصلي الظهر وتقول أنا مش هصلي جمعة، لا تغني عنها. فلو كانت هي عوض عنها أو بدل منها، يبقى إيه؟ يبقى لو صليتها في وقتها ولسه ما تصليتش يبقى يسقط عنك صلاتها. لا، فبيقول لك لا، ده هي صلاة خاصة بدليل، بل هي صلاة مستقلة، لأنه لا يغني عنها، يعني لا يغني الظهر عنها عند عدم فواتها، يعني لو كان لسه الناس ما صلوهاش ولم يؤذن للعصر. ولقول عمر رضي الله عنه الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى. ده كلام سيدنا عمر بيقول للناس كده، الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى أي كذب. رواه الإمام أحمد وغيره، موقوف على سيدنا عمر يعني. قوله وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء إلى آخره يعني، فهذه شروط لوجوبها، وإن كان الإسلام شرطا لصحتها وانعقادها، يعني الإسلام شرط وجوب وشرط انعقاد وشرط صحة كل، لأن الإسلام لازم، مش كده برضو؟ وكذلك العقل زي الإسلام، هو شرط صحة وشرط وجوب وشرط انعقاد. يبقى عندي الإسلام والإيه والعقل شرط وجوب وشرط انعقاد وشرط صح، كويس؟ فلا تصح من كافر، اللي هو عكس المسلم بقى، فلا تصح من كافر، ولا مجنون اللي هو عكس العاقل، ولا تنعقد بهما، ولا ينعقد بهما كمان لو حضروها يعني. وأما البلوغ والحرية والذكورة فهي شروط لانعقادها كما هي شروط لوجوبها، وليست شروطا لصحتها. عندك انت، احنا بنقول الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورية، مش كده برضو؟
احنا قلنا الاسلام والعقل شروط صحة ووجوب وانعقاد. طيب تاخد بقى الباقيين، الذكورية واخد بالك ازاي، والحرية والبلوغ، البلوغ اللي هو التكليف، حد التكليف يعني، فهي شروط لانعقادها تنعقد بدول، فهي شروط لانعقادها كما هي شروط لوجوبها وليست شروطا لصحتها. كويس، ليست شروط لصحتها، لانها لو صلاها من لم يبلغ صحت منه، مش كده؟ لو جبت صبي صغير معاك، ابنك كده في تانية ابتدائي وتالتة ابتدائي وصلى معاك ورابعة ابتدائي، صحت منه، لكنها ليست ايه؟ لا تنعقد به ولا تجب عليه. واضح؟ لا تنعقد به ولا تجب عليه. ولو جبت معاك الواد العبد اللي انت شاريه من السوق، اللي هو كان زمان في عبيد دلوقتي ما بقاش في عبيد، وصلى مع سيده، صحت منه وخد ثواب الجمعة، لكن لا تجب عليه ولا تنعقد به. ولو جبت مراتك او بنتك صلوا معاك، صحت منهم وخدوا ثوابها، لكن ليست واجبة عليهم ولا تنعقد بهم، يعني ما يكملوش العدد، لان احنا انعقادها شروط انعقادها لازم يبقى في عدد. الشافعية اختاروا 40 وغيرهم اختاروا اقل وغيرهم اختاروا اكتر، يعني فيها خلاف. يبقى واما البلوغ والحرية والذكورة فهي شروط لانعقادها كما هي شروط لوجوبها وليست شروطا لصحتها، فلا تنعقد بصبي ولو مميزا ورقيق وغير ذكر اذا كانوا من 40 اللي هي العدد النصاب عندنا، لو اقل من 40 لا تنعقد جمعة. كويس، فيهم شروط الانعقاد. يعني لو وقفت في الخطبة كده لقيت الجامع قدامك 5 6 ومكملش العدد، خدت بالك؟ وفضلت تخطب وتستنى يمكن يكمل 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 مكملش، هتنزل تروح مصلي جمعة وتروح مقيم الصلاة وتصلي ظهر، أو تنزل من على المنبر بعد الخطبة تروح مصلي ظهر مرة واحدة، لأن العدد ما يكفيش، لا تنعقد. فهمت؟ ده يبقى لازم يبقى إيه عند الشافعية العدد يبقى 40 ممن تتوفر فيهم شروط الانعقاد، يعني تخرج الأطفال وتخرج النساء من العدد، واخد بالك؟ وتخرج العبيد، وتخرج كمان مين؟ المسافر اللي جاي حاضر جمعة، لأن لازم الاستيطان. فهمتني إزاي؟ يبقى والمجانين طبعًا مش هيجوا الجامع، لكن لو في مجانين جم تخرجهم ما تعدش، واخد بالك إزاي؟ يبقى تاخد بالك من الحكاية. فلا تنعقد بصبي ولو مميزًا ورقيق اللي هو عكس الحر يعني، وغير ذكر، يعني حتى لو خنثى. يبقى مش شرط يبقى ايه انثى بس، ولو خنثى كمان اللي هو لا هو بين الذكر والانثى يعني، برضه ما تنعقدش بيه ما تحسبش. وعشان كده قال لك وغير ذكر. واحد بقى ايه سطحي التفكير يقول لك طب وليه يقول غير ذكر؟ ما هو الانثى وخلاص، عشان يدخل لك الخنثى، عشان يدخل الخنثى معاه. كويس؟ اذا كانوا من 40 كما لا تجب عليهم برضه ولا تجب عليهم، يعني لو ما صلوش الناس دول، الصبي ما صلاش والمرأة ما صلتش أو الخنثى ما صلاش والعبد ما صلاش، ما يأثمش، لا يأثم لأنها مش واجبة عليه. طب ولو صلوا تصح منهم وياخدوا ثوابها، لكن لا تنعقد بهم. واحد واخد بالك ازاي؟ طيب فلا تنعقد بصبي ولو مميزا ورقيق وغير ذكر إذا كانوا من 40 كما لا تجب عليهم، وإن كانت تصح من الصبي المميز ومن بعده، ومن بعده يعني ايه؟ ومن بعده اللي هو الرقيق وغير الذكر. واما الصحة فليست شرطا لصحته، الصحة يعني العافية يعني غير المرض المقابلة للمرض، واما الصحة ليست شرطا لصحتها وانعقادها. كويس؟ فتصح من المريض ونحوه وتنعقد بهما. يعني افرض ان انا راجل مستوطن مقيم، واخد بالك، وعاقل ومسلم وبالغ، يعني واجب عليا الجمعه ومقيم، لكني مريض، لو ما صليتش الجمعه ما يجراش حاجه عشان مريض. كويس؟ طب افرض ان انا تحملت على نفسي كده وجيت صليت في الجامع، يبقى تنعقد مني، ينفع انا عدد من 40،
بالرغم ان انا مريض، لان الصحه ليست شرط من شروط الانعقاد. الصحه اللي هي العافيه ليست شرطا من شروط الانعقاد. فهمتني ازاي؟ وعشان كده بيقول لك: واما الصحه فليست شرطا لصحتها وانعقادها، فتصح من المريض ونحوه وتنعقد بهما حيث كان من البالغين العاقلين المستوطنين. واما الاستيطان، الاستيطان بقى ده اللي هو مقابل للسفر للمسافر، كويس؟ واما الاستيطان فهو شرط لانعقادها لا لصحتها ولا لوجوبها. واما الاستيطان فهو شرط لانعقادها لا لصحتها ولا لوجوبها. ليه؟ لان ممكن يبقى واحد مستوطن ولا تجب عليه الجمعه. اما يبقى واحد مستوطن مقيم يعني لكنه مريض، يبقى خلاص ما تجبش عليه. مش كده برضه؟ فالاستيطان ليس فهو شرط لانعقادها لا لصحتها ولا لوجوبها، فتصح من المسافر والمقيم غير المستوطن. لو واحد مسافر وفي طريقه للسفر كده وهو مسافر ركن عربيته كان يوم جمعه، لا صلاه جمعه بتقام نزل صلاها، تصح منه. لكنه ما ينفعش يبقى من العدد الـ40. فهمتني ازاي؟ يعني لا تنعقد به. يعني لو مجموعه مسافرين كلهم مسافرين كلهم وراكبين مركب والمركب فيها 1000 مسافر ويوم جمعه، ما ينفعش يتجمعوا كده فوق على سطح المركب ويروح واحد منهم يخطب ويصلوا الجمعه ويصلوا ركعتين، ما ينفعش، لان لا تنعقد بهم، كلهم مسافرين ما فيهمش مستوطنين. طب يعملوا ايه؟ يصلوا الظهر. طب عايزين يسمعوا خطبه، يصلوا الظهر ويقعد يديهم درس، لكن ما ينفعش تبقى جمعه. فهم؟ طب لو عملوا كده خلاص والله يبقى لغو، ياخدوا ثواب بقى الصلاه ذاتها لكن مش ثواب الجمعه، كانها تطوع، ويقوموا يصلوا ظهر. خدت بالك ازاي؟ يبقى الواحد ياخد باله من الحاجات دي. فتصح من المسافر والمقيم غير المستوطن، وتجب على الثاني اللي هو المقيم غير المستوطن، تجب عليه برضه. يعني ايه مقيم غير مستوطن؟ زي مين مثلا؟ زي ابننا انت محمد؟ عبد الله. عبد الله ده يعتبر مش مستوطن مصر، ده من ماليزيا اندونيسيا، ده من اندونيسيا بيدرس هنا، بيدرس هنا قاعد سنه هنا وسنتين وثلاثه، يعتبر مقيم لكنه مستوطن مش وطنه، مش كده برضه؟ لكن لو صلى الجمعه تصح منه وتنعقد به لانه مقيم ناوي يقعد هنا اكثر من 40 وقت. فهمت؟ يبقى الاستيطان هنا المقصود به الاقامه. فهمتني ازاي؟ يبقى تنعقد به وتصح به الجمعه وكل حاجه. والمقيم غير المستوطن، وتجب على الثاني اللي هو المقيم غير المستوطن، زي المجاور في الازهر. الازهر طول عمره تلاقيه ايه؟ مليان مجاورين، تلاقي فيه رواق الاتراك ورواق المغاربه ورواق الصعايده، وكلهم ايه؟ يعني مسافرين، يعتبروا بلدهم بعيده، وطول عمر الجمعه تجب عليهم لانه قاعد بالسنه والاثنين والثلاثه قاعد بيدرس في الازهر. مش كده برضه؟ وتجب على الثاني اللي هو المقيم غير المستوطن كمجاوري الازهر، فتجب عليهم الجمعه لاقامتهم بمحلها. بمحلها اللي هي ايه؟ اللي هي تكون مدينه حضر مش بدو، مش عايشين في الصحراء احنا. ما لو عايشين في الصحراء روح زي الناس اللي بيعيشوا في الصحراء وبالخيام، دول لا تجب عليهم جمعه، لان المدينه شرط لانعقادها. ان يبقى متمدينين يعني قاعدين في مدينه. فهمتني ازاي؟ يبقى فتجب عليهم الجمعه لاقامتهم بمحلها، يعني بمحل الجمعه. كويس؟ وان لم يكونوا مستوطنين. وهم مش مستوطنين. ولذلك اعترضوا على المصنف في ذكر الاستيطان من شروط الوجوب، فلو ابدله بالاقامه لكان اولى، عشان يدخل المقيم غير المستوطن، لكن لما يقول الاستيطان هيخرج المقيم غير المستوطن وهو ما خرجش. مش كده برضه؟ فاعترضوا عليه. واجابوا عنه بان مراده بالاستيطان مطلق الاقامه، ويدل لذلك اقتصار الشارح في مفهومه على المسافر،
ولم يذكر المقيم. يعني لما جه قال الاستيطان اللي هو القاضي أبي شجاع، راح الشارح قال إيه؟ أي غير المسافر. يبقى خلى مقابل الاستيطان غير المسافر، فدخل كمان إيه؟ المقيم غير المستوطن. فهمتني؟ طيب. ويمكن أن يجاب بأن مفهوم الاستيطان فيه تفصيل، فإن كان غير المستوطن مسافرا لم تجب عليه، وإن كان مقيما وجبت عليه، وإذا كان في المفهوم تفصيل لا يعترض به. وعلم من ذلك أن الناس في الجمعة ستة أقسام. يبقى الناس في الجمعة ستة أنواع. خد بالك بقى من الحتة دي، هيجمع لك كل اللي فات بس هيقسموا لك تقسيمة إيه تانية. يبقى هو الشيخ بيعيد ويزيد في الحتة بالرغم إنك فهمتها، عشان يديك الحس الفقهي. يديك الحس الفقهي والفهم. مش يقول لك كده الجمعة واجب على كل ذكر حر مقيم مش عارف ايه، فانت بتقرا في كل الكتب، لكن عرفت الحاجات دي؟ ان هناك شرط انعقاد وشرط صحة وشرط وجوب، التفصيل ده ما تعرفوش الا في الكتب الحلوة دي. فهمتني ازاي؟ يبقى ان الناس يقصد المسلمين او الناس مطلقة، الناس عشان يدخل حتى الكافر. وان الناس في الجمعة ستة اقسام، اولها من تجب عليه وتنعقد به وتصح منه، اللي هو ايه؟ تجب عليه وتصح منه وتنعقد به. كويس؟ توفرت في كل الحاجات، ما انا عندي شروط صحة وشروط انعقاد وشروط وجوب، يبقى أول نوع تتوفر فيه الثلاث حاجات، يتوفر عليه شروط الصحة ويتوفر فيه شروط الوجوب وشروط الانعقاد. وهو من توفرت فيه الشروط كلها، اللي توفرت فيه الشروط كلها، الإسلام والبلوغ والعقل والبلوغ والحرية والذكورية والاستيطان. كويس؟ وثانيها النوع الثاني من الأقسام من الناس، من تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه. تجب عليه لكن لا تنعقد به وتصح منه، وهو المقيم غير المستوطن. من تجب عليه، يبقى المقيم غير المستوطن تجب عليه الجمعة لكن لا تنعقد به، يعني ما يكملش الأربعين إذا نقص. المقيم غير المستوطن زي عبد الله، عبد الله أهو ده مثلا إيه ماليزي من أندونيسيا، من أندونيسيا ما يكملش الأربعين. كويس؟ لكن تجب عليه وتنعقد وإيه وتصح منه لكن لا تنعقد به. كويس؟ وهو المقيم غير المستوطن. ومن سمع نداء الجمعة، لا هنا اشترط اهو في التفصيل، قال لا تصح منه وتجب عليه لكن لا تنعقد به، يعني ما يكملش الاربعين، ما يكملش النصاب. وفي واحد تاني تجب عليه وتصح منه، واخد بالك، ولكن لا تنعقد به، اللي هو اللي يسمع نداء الجمعة وهو ليس في المدينة. واخد بالك ازاي؟ ومن سمع نداء الجمعة وهو ليس بمحلها، يعني سمع الأذان بتاع الجمعة وهو على أطراف المدينة مش من أهل المدينة نفسها، طالما لأن الآية بتقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فطالما وصل له السماع تبقى وجبت عليه، لكن لا تنعقد به لأنه إيه مش من أهل المدينة المستوطنة. وثالثها من تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه. الله تجب عليه لكن لا تنعقد به ولا تصح منه، طب هيعمل إيه ده؟ يموت نفسه يعني؟ يعني تجب عليه لكنه لو صلاها لا تصح منه، ولو جاء ما يكملش العدد. الله، هو يعني سليم ما تكسر، مكسور ما تاكل، كل ما تشبع. واخد بالك؟ يعني عملية صعبة. فهو عايز يقول لك هنا المرتد، المرتد ده تجب عليه. واحد كفر بالله، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله أن يثبته، كان مسلم وكفر ارتد وجاء أذان الجمعة عليه تجب منه، لكن لو راح صلى لا تصح لأنه كفر. كويس؟ واخد بالك؟ ولا تنعقد به. طب امال ليه واجبه عليه؟ واجبه عليه عشان لازم يسلم تاني. نقول له واجبه عليك فلازم تسلم ايها المرتد، ادخل في الاسلام وقول الشهاده تاني وروح صلي.
فهمتني ازاي؟ يبقى يجب عليه حال ارتدادي، يعني يسأل عنها لو مات على هذه الحالة، لكن لا تنعقد به ولا تصح منه في حال ردته، بخلاف الكافر الأصل. وثالثها من تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه وهو المرتد. هذه أسئلة تنفع فوازير في رمضان، يقول له من الإنسان الذي تجب عليه الجمعة وإذا صلاها لا تصح منه ولا تنعقد به؟ يقعد يفكر يحتار، فهمتني ازاي؟ لكن هي حلها المرتد. فتجب عليه بمعنى أننا نقول له أسلم وصلي الجمعة، وإلا فلا تصح منه لو صلاها وهو مرتد، ولا تنعقد به وهو باق بحاله اللي هي بردته. رابع الأقسام من الناس، من لا تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه، لا تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه، ده الكافر الأصلي. يعني هو في كافر أصلي وكافر يعني مستورد تايواني زي ما بيقولوا، لا الفقهاء ما يقولك الكافر الأصلي يقصد اللي إيه، اللي لم يدخل الإسلام أصلا، عمره ما دخل الإسلام. لكن الكافر غير الأصلي اللي كان مسلم وكفر، خدت بالك الفرق؟ وهو الكافر الأصلي وغير المميز برضه، لا تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه. الطفل الغير المميز، عيل لسه في ثالثة ابتدائي، في ثلاث سنين سنتين، غير مميز، واخد بالك؟ ما يعرفش يعني يمينه من شماله، واخد بالك؟ جاي مع باباه كده بيجري وراه كده ولا بالشرطة، فده ايه؟ لا تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه لأنه غير مميز. والمجنون كمان برضه نفس الحكاية، والمغمى عليه، واحد مغمى عليه ما ينفعش تروح شايله كده وجايبه على الكرسي مغمى عليه عشان يحضر صلاة الجمعة، لا تجب عليه ولا تصح منه ولا تنعقد به. وسكران عند عدم التعدي، سكران عند عدم التعدي يعني ايه؟ يعني خد دواء افقدوا عقله، مش بتعدي يعني، افقدوا عقله، زي عمل عملية وتبنج، واخد بالك ازاي؟ وبعدين على وجات صلاة الجمعة في وقت هو فقد عقله فيه بسبب اللي هي المخدر، أو إن هو أصيب بغصة، غصة شديدة يعني الأكل وقف هنا وليس أمامه إلا خمرة عشان يزقها، وإلا هيتخنق، فراح شرب الخمرة عشان يزقها لأنه هو عمره ما شربها، فلما زقها سكر من بقين كده خدهم، فده سكران غير متعدي، سكران غير متعدي. لكن السكران المتعدي اللي هو جايب الخمرة وعارف إن دي خمرة وقاعد يشرب زي البطل اللي بتلاقيه في الفيلم تتفرج عليه كل يوم، وبيدي لك صورة الإنسان المسلم المعاصر، لأنه رجل سكير عربيد يصاحب النساء بغير زواج ولا علاقة شرعية، اللي بيعلموا الناس على الثقافة الغربية من خلال الأفلام والمسلسلات والحاجات دي عشان يبقى راجل عصري كده حلو، هو ده المسلم اللي إيه أمريكا عايزاه، يا سلام تبقى فرحانة بيه قوي، لكن المسلم اللي زي حالاتنا ده ما يعجبهمش. يبقى وسكران عند عدم التعدي، يقول لك الله هو في سكر بغير تعدي؟ في سكر بغير تعدي. واحد عمل فيك مقلب، انت قاعد معاه بيت عزابي كده، وواد غلس بيغلس معاك، راح جاب ازازه الميه بتاعتك اللي انت متعود تشرب فيها ميه وحطيتها في الثلاجه بتاعتك، راح حط لك فيها خمر، ورحت انت عايم بالليل عطشان والدنيا ظلمه، رحت اربعتها، وكان بعد ما صليت فجر الجمعه، واخد بالك؟ فبقيت سكران طينه، وانت ما كنتش تعرف انها خمره، واحد عاملها لك مقلب، يبقى خلاص لا تجب عليه، ده سكران غير متعدي، واخد بالك؟ اللي هو لو شرب الخمر ظنا منه انها ماء، او شرب الخمر ليزيل غصه، او اخذ دواء يزيل عقله، واخد بالك ازاي؟ من اجل عذر مرض، كل دول سكران غير متعدي، ويبقى يصلي دورا ما يفوق. وخامسها من لا تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه، ليست واجبة عليه ولا يكمل نصابها، لكن لو صلاها تصح منه ويأخذ ثوابها، زي الصبي والمرأة بقى، الصبي اللي هو غير، وهو الصبي المميز والرقيق وغير الذكر من نساء وخنافة والمسافر، خدت بالك؟ كل دول
وثالثها آخر نوع من لا تجب عليه وتنعقد به وتصح منه. لا تجب عليه لكن تنعقد به، يعني يتعدى من الأربعين وتصح منه، اللي هو المريض المستوطن. واحد مريض لكنه مستوطن، تحمل على نفسه ونزل صلى الجمعة، يبقى صلاة تنعقد به وتصح منه. وهو المريض ونحوه ممن له عذر من الأعذار المرخصة في ترك الجماعة، أكل بصل واخد بالك وريحة بقه يعني فظيع، يبقى ده من ضمن الأعذار اللي هي إيه ترخص لترك الجماعة، مش كده برضه؟ فيبقى ساعتها لو تحامل وقعد بقى إيه ياكل في نعناع وجاب إزازة بيروسول دخ بيها بقه وعمل كل حاجة عشان يضيع الريحة بتاعته، واخد بالك، وطلع صحت منه، واخد بالك ازاي، وانعقدت به. لكن لا تجب عليه لانه هو عنده من الاعذار المرخصة للجماعة، عنده سلس بول، البول بيسبق ونازل منه على طول، قام احتاط كده واخد بالك وراح رابط الذكر بتاعه بفيونكة عشان ما يخرجش منه اي نقط بول ويلوث المسجد، واخد بالك ازاي. في حاجة بتتباع كده اسمه مشبك قضيب، بيتباع في الصيدليات، يروح قافل المشبك كده حاطط على القضيب بتاعه يبقى منع البول ينزل، ويروح متوضي ومغتسل ونازل لابس الجلابيه البيضاء الحلوه وراح يصلي، او ده عنده عذر اهو لكنه راح يصلي، واخد بالك ازاي. يبقى في الحاله دي تنعقد به وتصح منه لكنها ليست واجبه عليه، يعني لو كان قاعد في بيته ما يجراش حاجه. فهمت بقى؟ قوله سبعه اشياء، الأولى ما في بعض النسخ من قولي سبع خصال، لأن المبتدأ شرائط، بيقول وشرائط وجوب الجمعة سبعة حقول خصال، واخد بالك ازاي. الأولى ما في بعض النسخ من قوله سبع خصال لأن المبتدأ وهو شرائط مؤنث، لأنه جمع شريطة، فحصل التطابق بين المبتدأ والخبر على هذا، بخلاف على الأول إلا أن تؤول الشرائط بمعنى الأشياء المشروطة. فلو تأولنا الشرائط بمعنى الأشياء المشروطة يبقى ينفع إيه نقول إيه على سبعة أشياء، وهي مذكرة فيحصل التطابق عليه أيضا. قول الإسلام قد علمت أنه شرط للانعقاد والصحة كما هو شرط للوجوب، مش كده برضه؟ وقول والبلوغ قد علمت أنه شرط للانعقاد كما هو شرط للوجوب وليس شرطا للصحة لصحتها من الصبي المميز. وقول والعقل قد علمت أنه شرط للانعقاد والصحة كما هو شرط للوجوب. بهذا التفصيل تعلم ما في كلام المحشي من الإجمال والإبهام، حيث قال وشرائط وجوب الجمعة أي وصحتها وانعقادها، انتهى، لأنها ليست كلها شروطا لصحتها وانعقادها بل على التفصيل السابق. واضح الكلام؟ طيب. قول وهي شروط أيضا لغير الجمعة من الصلوات، اللي هي الإسلام والبلوغ والعقل، دي شروط لغير الجمعة كمان من الصلوات. غرض الاعتراض على المصنف بأن هذه ليست خاصة بالجمعة بل هي شروط لغيرها أيضا، مع أن الغرض هنا إنما هو ذكر الشروط الخاصة بها، وأجيب بأنه إنما ذكرها أي إيضاحا للمبتدئ، ذكرها إيضاحا للمبتدئ مع أنها مش خاصة بالجمعة، دي كمان خاصة بكل عبادة، دي تخص كل عبادة، كل صلاة وكل صيام، مش كده برضه، والحج والحاجات دي كلها، يبقى دي مش خاصة بالجمعة، لكن قال إن ده لابد من ذكرها علشان تتضح للمبتدئ، لأن المفروض إن يبقى عارفها في ذهنه من الأصل كسائر العبادات. قول والحرية أي الكاملة، الحرية الكاملة ليخرج المبعض فلا تجب عليه. فلا تجب عليه وإن كان بينه وبين سيده مهايئة ووقعت الجمعة في نوبته وتبين العتق كاتضاح الخنثى بالذكورة فيما يأتي. خد بالك يعني الحته دي كلمة المبعض ده يعني ايه؟ المبعض ده اللي هو جزء حر وجزء رقيق، يعني ايه؟ يعني
عبد يملكه عدد من الشركاء، عدد من الشركاء. يعني انا وانت نزلنا السوق قلنا احنا نروح نشتري واد من السوق، ايام ما كان في سوق رقيق عشان احنا مش متجوزين وقاعدين، نشتري واد عبد كده يطبخ لنا وينضف لنا الشقه وبتاع، وندفع بالنص، انت نصه نص تمن وانا نص تمن، وانت ليك يوم يخدمك وانا ليا يوم يخدمك، بدل انا ما اشتري وادفع تمن العبد كله هدفع نص العبد، يجي لي يوم بعد يوم، واليوم اللي مريح منه عندي يروح لايه؟ للتاني. جيت انا بعد سنه واتنين الحمد لله ربنا كرمني واتجوزت، مش محتاج بقى حد يخدمني، او ما اقول له شوف يا ابني روح لوجه الله انت حر، فبقى حر يوم وايه وعبد يوم، يسموه مبعض. فهمتني ازاي؟ يبقى بقى مبعض، يبقى برضه لا تجب عليه الجمعه ولا تنعقد به، لازم حر كامل، واخد بالك ازاي؟ وبيقول لك وان كان بينه وبين سيده مهايئه ووقعت الجمعه في نوبته وتبين العتق برضه ما تنفعش. يعني هو متفق مع سيده ان هو هيعتقه في ايه لما ربنا يكرمه كده ان شاء الله، ويجي له خبر ان مراته خفت وعملت العمليه لانها سافرت تعمل عمليه في بلد بعيده، قال له شوف يا ابني حلاوتك اول ما يجي لي خبر ان مراتي دي العمليه بتاعتها نجحت ولا ابني ده جا من السفر ولا حاجه مهمه، انت تبقى لوجه الله. فجاله الخبر ده يوم الجمعه، واخد بالك؟ لكن هو ما كانش معرفوش سيده، سيده ما عرفوش ان الخبر جاله يوم الجمعه، قال له الكلام ده بالليل، فراح مصلي الجمعه اليوم ده اصلا، لكن ما كانش يعرف. فهمت ازاي؟ حتى لو اتضح عتقه ما تجيبش منه، لانه ما كانش يعرف نفسه انه عادي. يبقى دي لو كان بينه وبين سيدي مهيئ، واخد بالك؟ ووقعت الجمعه في نوبته وتبين العتق كاتضاح الخنثى بالذكوره فيما ياتي. او واحد خنثى ما نعرفوش ده راجل ولا ست، وكان عامل فحوصات وابحاث وبتاع، وقالوا له هتبان الابحاث دي ونقول لك انت جنسيتك ايه بالظبط؟ جنسك ايه؟ انت ذكر، نوعك احسن، لان الجنس انسان والنوع ذكر وانثى، فنقول له انت نوعك ايه؟ مش كده برضه؟ لكن المراه والرجل الاثنين جنس واحد وهو انسان في الانسانيه، مش كده؟ لكن يختلفوا في النوع. فيقولوا له التحاليل بتاعتك هتبان وتعالى خدها وهتعرف النتيجه بتاعتك، انت راجل ولا ست؟ فهمتني ازاي؟ فتبين لي انه هو راجل، واخد بالك؟ بس كان بعد ما صلى الجمعه، يبقى لا تنعقد به وان كانت صحت منه. فهمتني ازاي؟ لانه ما كانش يعرف ذكوريته على اليقين. فهمتني؟ ادي معنى كلام الشيخ يعني. والذكورية هكذا في بعض النسخ بالياء، الذكورية مش الذكورة، يقول لك الذكورية حاطط ياء كده لمشاكلة الحرية، يبقى هو علشان يخليها يقول لك الحرية والذكورية عشان تبقى نغمة واحدة وزن واحد يحفظها الطالب يعني، فيبقى حط الياء كده عشان تبقى نفس النغمة. وفي بعض النسخ والذكورة بلا ياء وهي الأفصح، والمراد الذكورة يقينا ليخرج الخنثى فلا تجب عليه. نعم إن اتضح بالذكورة قبل فعلها وجبت عليه، لو بنت التحليل بتاعته قبل أذان الجمعة وجابها وطلع إنه ذكر وجبت عليه، لازم ينزل يتوضى بقى وينزل يحضر الجامع، مش متعود هو بقى له سنتين ثلاثة ما يعرفش نفسه وما بيصليش جمعة، لا، يبقى طالما بنت التحليل وقالوا له مبروك أنت راجل يروح على طول نازل مصلي الجمعة لأنها وجبت عليه، طالما إيه عرف واتضحت الذكورة قبل إيه فعله. وجبت عليه ان تمكن منها ولو بعد فعله الظهر، ولو كان بعد ما صلى الظهر كمان، والا وجب عليه الظهر لو كانت عدت صلاه الجمعه والجوامع كلها مشيت روحت، يبقى وجب عليه الظهر، ولا يكفيه ظهره الاول ويعيد الظهر تاني بعد وجوب الذكوريه ان كان فعله قبل فوات الجمعه، يبقى هيعيده تاني علشان بدل عن العوض عن الجمعة اللي كانت واجبة عليه وما كانش ايه وما كانش قدام. فهمتني ازاي؟ والصحة المراد بها عدم المرض ونحوه من الاعذار المرخصة في ترك الجماعة كما يدل عليه كلام الشارح في المفهوم،
وإن شئت قلت هي بمعنى عدم العذر كما قاله المحشي. يبقى عدم العذر، كلمة عدم العذر أولى من كلمة الصح، علشان يدخل فيها اللي عنده بخ ريحة بقه يعني وحشة قوي، أو يكون عنده إيه مرض، أو يكون عنده سلس بول أو شيء من هذا، أو عنده مثلا جرح بينزف أو بيطلع نجاسة، فلو جاء وطأ المسجد بجرحه في قدمه ينجسه، كل دول ما ينفع. قول والاستيطان، كان الأولى أن يعبر بالإقامة بدل الاستيطان، لأنه ليس شرطا للوجوب وإنما هو شرط للانعقاد، إلا أن يجاب بأنه أراد بالاستيطان الإقامة أو بأن المفهوم فيه تفصيل بين المقيم والمسافر كما مر. قوله فلا تجب الجمعة على كافر أصلي وصبي ومجنون ورقيق وأنثى ومريض ونحوه ومسافر، يعني ده مفهوم بقى جاي يعني بمفهوم المخالفة. تفريع على مفهوم القيود السبع على اللف والنشر المرتب. اللف والنشر المرتب يعني قال الإسلام الأول، يوم ما يذكر يذكر لك الكافر الأول، وقال العقل الأول، يوم ما يذكر عكسه يذكر المجنون بعده بنفس الترتيب، يسموه لف ونشر مرتب، وفي لف ونشر غير مرتب، مش كده برضه؟ وقوله على كافر أي لا تجب عليه وجوب مطالبة، مطالبة منا، فلا ينافي أنها تجب عليه وجوب عقاب من الله. الكافر الأصلي لا تجب عليه وجوب مطالبة منا، يعني ما نقولوش قوم صلي الكافر الأصلي، لكن هي واجبة عليه من الله، هيعاقبه على ترك الصلاة. مش ربنا بيقول إيه؟ قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. يعني الكفار اهو، كلمة وكنا نكذب بيوم الدين دي خرجت المسلم اللي ترك الصلاة، يبقى ده الكلام ده للكافر بقى، فهمتني؟ يبقى دل على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة من قبل الله لا من قبلنا نحن، من قبل الله يعني محاسب، واخد بالك؟ ده نحن لا نطالبه بها الا اذا اسلم، نحن نطالب منه ان يسلم الاول، فهمتني ازاي؟ يبقى دي معنى وجوب مطالبه، اي لا تجب عليه وجوب مطالبه منا، بخلاف المرتد. المرتد احنا نطالبه نقول يا ابني ربنا يهديك يا ابني، انت كنت مسلم ومحترم، ليه كده تعمل في نفسك كده؟ قوم اسلم كده وتوب الى الله وصلي، يلا ربنا يهديك. يبقى انت ايه؟ بترجعه لحاله الاولاني. فلا ينافي أنها تجب عليه وجوب عقاب من الله، فالمنفي عنه إنما هو وجوب المطالبة منا في الدنيا لا وجوب العقاب عليها في الآخرة. وقول أصلي خرج المرتد، فتجب عليه وجوب مطالبة بحيث نقول له أسلم وصلي، وإلا فلا تنعقد به ولا تصح منه ما دام على حاله. وصبي أي ولو مميزا وإن صحت من المميز. قول ومجنون ومثله المغمى عليه والنائم والسكران غير المتعدي، أما المتعدي فتجب عليه صلاتها ظهرا، وكذلك النائم ثم إن نام قبل دخول الوقت فلا إثم عليه، وإن علم أنه يستغرق الوقت فلا إثم عليه أيضا، وإن خرج الوقت ولو جمعة على الصحيح ولا يلزمه القضاء فورا، وإن نام بعد دخول الوقت فإن غلب على ظنه الاستيقاظ قبل خروج الوقت فلا إثم عليه أيضا، وإن خرج الوقت لكنه يكره له ذلك إلا إن غلبه النوم بحيث لا يستطيع دفعه، وإن لم يغلب على ظنه الاستيقاظ أثم، ويجب عليه من علم بحاله استيقاظه حينئذ، بخلافه فيما سبق فإنه يندب إيقاظه. بالنسبة للنوم تاني نلخصها كده، لو واحد نام قبل دخول الوقت، كويس، نام قبل دخول الوقت وغلب حتى على ظنه انه لو نام قبل دخول الوقت انه هيستغرق الوقت كله، ونام وغلبه النوم طالما قبل دخول الوقت لا يأثم، كويس، لكن يستحب لمن يعيش معه انه هو يبقى يوقظه قبل خروج الوقت، يستحب ولا يجب على كمان اللي عايش معاه، لا يجب. ليه؟ لان رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، كويس، ده نام قبل دخول الوقت وغلب على ظنه عدم الاستيقاظ، واضح، او لم يغلب على ظنه شيء لكن غلبه النوم، المهم قبل دخول الوقت. طيب انما بعد دخول الوقت
وغلب على ظنه الاستيقاظ. يعني انا ايه ان شاء الله بس صحيح الاذان ياذن بس هريح شويه كده الخمس دقايق دول على ايه ما يصلوا ركعتين التحيه ويطلع الخطيب على المنبر وهقوم ايه اتوضى لانه بس ما نامش من امبارح، قال بس هريح كده. ويغلب على ظنه الاستيقاظ، يبقى برضه لا يأس بالرغم بعد دخول الوقت، لان يغلب على ظنه وعارف من طبيعه نفسه ايه انه هو يستيقظ، يغلب على ظنه ذلك، يبقى في الحاله دي برضه لا يأس، واخد بالك، حتى ولو نام وخرج عنه الوقت، واخد بالك، ويبقى في الحاله دي اللي عايش معاه يوقظه لانها فرضت عليه. طيب، وان غلب على ظنه عدم الاستيقاظ بعد دخول الوقت لو نام، هنا بقى ايه اللي يأثم، لانه هو هنا كانه نايم ومتعمد بعد ما فرضت عليه وجا دخل وقتها انه يضيعها، ده متعمد اهو، يبقى في الحاله دي الصوره دي بس اللي يجب على من معه ان يوقظه، يجب على من معه ان يوقظه، كويس؟ في الحاله دي الصوره دي بس اللي هو غلب على ظنه انه لا يستيقظ ونام بعد دخول الوقت، واضح؟ والباقي كله الصور الثانيه يستحب ايقاظه ولكن لا يجب، واضح؟ طيب دي خلاصه ايه موضوع ايه النوم. فبيقول هنا ورقيق اي لنقصه، عكس الحريه يعني، والاشتغال بحقوق السيد عن التهيؤ لها، والمراد من فيه رق ولو مبعضا ومكاتبا. المبعض عرفناه، طب والمكاتب والمدبر، في عبد يبقى مدبر يقول له انت حر دبر موتي، يسموه مدبر، واخد بالك ازاي؟ يبقى برضه ده لا تجب عليه. او يقول له مثلا ايه، يتفق مع سيده يقول له انا هشتري نفسي منك بقى، انت عايز تاخد فيا كام وتسيبني لوجه الله؟ يقول له 30,000 جنيه، كويس، لانه عارف انه عبد كسيب، بيشتغل دكتور، بيشتغل مهندس، بيشتغل مقاول، في ايده صنعه حلوه وبيكسب، واخد بقى، هو مش عايز يضحي بيه، ما هو برضه ماسكه، لكن ايه، ما هو بيقول لك ايه، فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا، يعني ان علمت فيه كسب وصنعه وطلب انه يحرر نفسه كاتبه وخلص، خلصوا نفسه. انما اما يبقى معتوه ما بيعرفش يبيع ولا يشتري ولا يعرف حاجه، يقول لك هشتري نفسي منك، تقول له تلاقي تعرف تجيب حاجه، فاهم؟ لانه ما فيهوش خير ده. يبقى المكاتبه تبقى ايه للي فيه خير، خير يعني ايه؟ يعني يعرف صنعه، يعرف يتكسب، يعرف يواجه الدنيا. فهمتني ازاي؟ يبقى ربنا امرنا بمكاتبه العبد، يعني نتفق معاه نقول له خلاص، يا سيدي انا هاخد فيك 30,000 جنيه. تدفع لي 1000 جنيه كل شهر لمده 30 شهر، تبقى حر بعد ال 30 قسط. واضح؟ يتفقوا مع بعض ويعملوا عقد. ويقول له كل شهر تجي لي هنا تقابلني تجيب لي ال 1000 جنيه، وادي لك الايصال 30 ايصال. لحد ما تاخد كل الايصالات كلها ال 30 تبقى حر لوجه الله، عتيق. كويس؟ في الفترة ال 30 قسط دي ده اسمه مكاتب، يبقى لا تجب عليه الجمعة برضه. يسموه ايه؟ مكاتب. لا تجب عليه الجمعة، ولو بقي عليه قسط واحد. فالمكاتب عبد ولو بقي عليه قسط واحد. فهمتني ازاي؟ ده المكاتب. وعلى شكل بيقول لك والمراد فيه من فيه رق ولو مبعضا ومكاتبا، لأنه عبد ما بقي عليه درهم يفضل عبده برضه. واحنا عايزين الشروط في الحرية. فهمتني؟ قول وأنثى أي ولو احتمالا، فشملت الخنثى فلا تجب عليه الجمعة كما مر، ومريض ونحوه، من كل معذور، من كل معذور بمرخص في ترك الجماعة مما يتصور هنا بخلاف ما لا يتصور هنا، وهو الريح الباردة ليلا، بخلاف ما لا يتصور هنا وهو الريح الباردة ليلا. وأما ما يتصور هنا يعني انت عارف الريح الباردة في شدة البرد بالليل ما يروحش يصلي الجماعة في العشاء لو هيبرد، نقول له خلاص صلي في بيتك، لكن ده الجمعة ما بتبقاش بالليل فمش متصورة هنا، مش متصورة. يبقى الأعذار المبيحة لترك الجماعة المتصورة في نهار الجمعة، ما تجيبليش بقى ايه عذر يبقى في الليل وتقول لي ده من ضمن الأعذار اللي بتبقى في نهار الجمعة. فهمتني ازاي؟ بخلاف ما لا يتصور هنا وهو الريح الباردة ليلا. وأما ما يتصور هنا فكالحر الشديد والبرد والوحل، السكه للجامع مليانه وحل، هو راجل لو مشي هيتزحلق يقع يتكسر، ده هو بيتزحلق والدنيا ما فيهاش وحل، فما بالك لو فيها وحل، يبقى ده ايه؟ ما يخرجش.
واخد بالك؟ والجوع، جائع جوع شديد مش قادر يقوم يتحامل حتى، والعطش، والخوف على معصوم من مال أو عرض، خايف لأنه لو خرج يروح يصلي الجمعة هيقبضوا عليه، ظالم بيطالبه يقبض عليه، ظلم يعني، واخد بالك؟ أو في الصعيد عايزين يقتلوه علشان ياخدوا الطار منه، وعارف إن هم مستنينه بالفرفر في الدرة، واخد، أو في القصب، في الدرة ده في بحر، وفي القصب ده في الصعيد، يقول لك مستنيني في القصب إيه يعني عشان يتخ. فهو لو عارف ان في حد في الطريق للجمعة مستنيه في القصب عشان يطخه يبقى ما يروحش يصلي الجمعة. كويس؟ يقعد يصلي بدور البيت. لأنه خايف على معصوم إيه؟ من مال أو عرض. أو خايف على ماله، البلد مليانة حرامية. وهو عايش في حي لو ساب شقته 5 دقايق بس هيلاقيها مكسورة واخدين كل الفلوس اللي فيه. لكن لو في أمان خلاص. يبقى في الحالة دي يبقى خايف على ماله، قاعد حراسة. واخد بالك؟ أو عرض، خايف لحسن يسيب مراته عشان مراته ست حلوة كده، والحتة اللي هو قاعد فيها واخد بالك مليانة رجالة أخلاقهم وحشة ومعربدين وقلقان على مراته، خايف عليه. ليه؟ لأن الحي ده كل شوية يسمع إن في بنت اغتصبوها وفي مش عارف إيه، فبقى قلقان. يبقى في الحالة دي يقعد برضه علشان يحافظ على عرضه. واخد، كل الحاجات دي إيه؟ مرخصات لترك الجماعة وحتى الجمعة. أو عرض أو بدن. تروح شغل يعني. ها؟ ما هو اللي زي ده برضه قاعد مرابط. يا إما بياخدها معاه. يا إما يبقى ياخدها معاه. واخد بالك؟ لكن افرض مش قادر ياخدها معاه. عشان عندها عيال كتير واللي بترضع ده وبتغسل لده ومش قادرة تسيب البيت. واخد بالك؟ يبقى يقعد معاها بقى طالما خايف عليه. الدين يعني بتاعنا دين جميل. يعني الدين بتاعنا دين رحمة. واخد بالك؟ بيشوف ظروف كل انسان وكده. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. او بدن، يعني خايف على بدن ولو لغيره فيها. او بدن، خايف على بدن، يعني مثلا حتى قاعد بيمرض ابوه المريض، وابوه ده طلباته لا تنتهي. كل شويه يا واد حط، يا واد هات، يا واد اعمل، يا واد، مش قادر يسيب ابوه. واخد بالك؟ وابوه قاعد طريح فراش، يقعد جنب ابوه بقى. لانه خايف على ابوه. لحسن يخش في غيبوبة سكر، يخش مش عارف ايه، يتقلب يقع من على السرير لانه هو طارح فراش، وينادي على حد ما يلاقيش حد يسنده، عايز يدخل الحمام وبيحتاج ان حد يدخله الحمام ويجيبه من الحمام. فهمتني ازاي؟ كل دي يعني حاجات تمنعه ايه، تعذره عن، لكن ياخد ثواب الجماعه لو من عادته بيصليها وهو قاعد يعمل الحاجات دي. ليه؟ لان ربنا بيكتب للانسان ما كان يفعله في حال ايه، عافيته وفي حال عدم عذره كامل. فما يبقاش قاعد زعلان وقاعد مثلا يبستف في ابوه المريض ولا امه المريضه اللي قاعد يمرضها كده، تضيع عليا صلاه الجمعه وضيعتي عليا كل خير وكنت بصلي عيد. طب ما انت ممكن كنت من غير ما تمرضها تروح تصلي جماعه في الجامعه وربنا ما يقبلش صلاتك، مش كده برضه؟ لكن انت قعدت تمرضها، ربنا كاتب لك صلاه الجماعه مقبوله، يبقى انت ببركتها مقبوله اهو. فهمتني ازاي؟ فالواحد يعني ما يقعدش ايه يقلق، طالما ربنا اقامك في حاجه اعملها بنفس راضيه عشان تبقى راضي بقضاء الله. او بدن ولو لغيره فيها، والتضرر بتخلفه عن الرفقه بخلاف مجرد الوحشه فلا تكفي هنا. وان كفت في اليتيم لانه في، وان كفت في التيمم، وان كفت في التيمم لانه وسيله. يعني مجرد الوحشة انه خايف بس ايه، انه يستوحش ويسيب رفاقه ويروح يصلي الجمعة كده ويبعد عنهم، دي مش عذر كافي. لكن في التيمم لان التيمم غالبا بيبقى في السفر، والسفر لما تبعد في طريق انت ما تعرفوش تدور على ما يمكن تتوب فتستوحش، ففي التيمم تكفي، لكن في الجمعة لا. واخد بالك؟ لانه وسيلة. والعري، افرض ما عندوش ما يستر عورته وقاعد في بيته ما عندوش ما يستر عورته، سقطت عنه الجمعة وسقط عنه حضور الجماعة. والعري، وأكل ذي ريح كريه لم يقصد به إسقاطها. أكل ريح كريهة، يعني كل توم وبصل، واخد بالك؟ لأنه ما عندوش إلا كده، لا يملك في بيته إلا توم وبصل وميت من الجوع،
فقعد كل توم وبصل وكسرة خبز، لا يملك إلا كده. مش بياكل كده عشان يضيع جمعة قاصد، لا، يبقى ده بيحتال ما يلاقش. فهمتني؟ يبقى لو أكل ذي ريح كريهة ولم يقصد التخلف إسقاطها يعني. وحاجتي للاستنجاء بحضرة من يحرم عليه نظره إليه. كان زمان البيوت ما فيهاش دورات مية، كلها حجرة كده واسعة كبيرة. طب افرض قاعد معاه في الحجرة دي اعمامه ولاد اعمامه جايين قاعدين في الحجرة دي، وهو عايز يستنجى وينظف نفسه ومش عارف يتدارى. فهمتني ازاي؟ وفي ناس يتكسف يعمل، يبقى كل دي حاجات مسقطة لحضور الجماعة. فهمتني ازاي؟ طبعا الحاجات دي الحمد لله دلوقتي بقت نادرة، المساجد بقت مليانة الحمد لله دورات مية، والبيوت بقت فيها بدل الحمام اتنين، ده الناس دلوقتي يعمل لك شقة خمس حمامات وصالة. واخد بالك؟ يعني مهتمين بالحمامات قوي، درجة ساعات يجيب لك أدوات في الحمام يمكن أغلى من أوضة النوم. مش كده برضو؟ حاجات كده مخ طائر. يجيب لك حاجات جوه الحمام أغلى من أوضة المكتب وأوضة النوم وأوضة البتاع، حاجات يعني تروح الوقت المحلات الأدوات الصحية كأنه جواهرجي. حاطط الحاجات كده الحنفية بتاع الكابينيه كأنه جوهرة. إيه ده؟ حاجات غريبة. عصر غريب. وحاجات الاستنجاء بحضرة من يحرم عليه نظره إليه وحلف غيره عليه ألا يخرج لخوف عليه مثلا. لو واحد حلف عليه قال له والله ما تخرج لحسن الدنيا خطر، بيقبضوا على الناس وبيضربوا الناس وبيعملوا أيام بقى ما يبقى في ظلمة يعني. كانوا ساعات كده أيام الطوارئ أي واحد ماشي في الشارع ولو سايب دقنه ما حلقهاش بقى له خمس أيام بس منبسة بس ياخدوه كده إيه على الفاضي وعلى المليان. مش حصلت كده في مصر؟ بتحصل ساعات. لأيام النبوي إسماعيل لما كان وزير داخلية، نعرف واحد صديقي دكتور يعني، كنت أنا ساعتها شغال في أم المصر في أحمد ماهي، وليه دكتور صديقي ليه أخ ساكنين في شارع الهرم، هم أخ كده في أولى جامعة، مربي مش مربي دقنه قوي يعني، ده يعني بقاله شهر كده ما بحلقهاش تكاسلا، وخارج ماشي في الشارع. فين بطاقتك؟ وهياخدوه، وقفوا هياخدوه تحري، يقبضوا على اي حد كده بدأ. قال لهم انتوا هتعطلوني ليه؟ انا عندي معاد في معهد الكونسرفاتوار وعندنا بروفا وعندنا مش عارف ايه. واد طلعنا بيه اول ما قالوا له كده بتاع كونسرفاتوار وبروفا، قالوا له طب روح يلا اجري. راح مشي وبعدين حلقها، لو ما قالش الكلمتين دول كان اتاخد. فربنا ينجينا يبقى وحلف غيري علي ألا يخرج لخوف علي مثلا. وتطويل الإمام لمن لا يصبر. افرض هو ما عندهمش إلا جامع واحد بيقام فيه جمعة والإمام بيطول بالناس وهو ما بيقدرش يصبر على الصلاة الطويلة دي، مسقطة ليه من حضور الجماعة. شوف قد إيه بقى طالما لا يصبر. ها؟ طبعه في ناس بفراكة، في ناس قلوقة استحملش، تلاقي كده كثير الحركة حتى هو سليم، يسموه الاطباء يقولوا عليه الريتابل، عنده قلق كده لوحده. مش بتشوف الحكايه دي؟ تلاقي اطفال كده، تلاقي كثير الحركه، تلاقيه تلاحظه كده قاعد كده طول ما هو قاعد يعمل كده، قاعد كده وبعد شويه يقف، يعني مش ثابت. في ناس كده خلقته كده، واخد بالك ازاي؟ فيجي الامام بقى يوقفه كده هو كمان ويقرا له سوره البقره، ده هيموت نفسه، ده مش قادر ما يستحملش ده. فهمتني ازاي؟ هو ربنا خلقه كده معفرط مسكين، خلاص بقى هو ربنا رحمته واسعه. وتطويل الامام لمن لا يصبر والاشتغال بتجهيز ميت وتشييعي. مثله ميت قبل اذان الجمعه، فعايز بقى يوضب الاجراءات ويجيب مثلا مش عارف تصريح الدفن وعايز يعمل ايه، فانشغل. واخد بالك؟ كل دي مسقطه ليه؟ وتجهيز والاشتغال بتجهيز ميت وتشييعي. والاسهال الذي لا يضبط نفسه معه. جاله اسهال، جاب مثلا سندوتش من السندوتشات اياها ايه اللي مليانه توابل ومليانه شطه، وابتدت بطنه تشتغل ورايح جاي، يا دوب يدخل الحمام يخرج عايز يدخل تاني. واخد بالك؟ فما يعرفش ده يروح يصلي جمعه، ده يقعد جنب الكابينيه، ده هيعمل ايه مسكين؟ والإسهال الذي لا يضبط نفسه معه ويخشى منه تلويث المسجد. والحبس الذي لم يقصر فيه. ولو سجنوه، واخد بالك ازاي؟
بسبب عدم التقصير، يعني مسجون وبريء. وأفتى البغوي بأنه يجب إطلاقه لفعلها، يجب إطلاقه لفعلها. يبقى المساجين حق إدارة السجن تطلقهم عشان يفعلوا صلاة الجمعة، كويس. والحمد لله إدارة السجن الحمد لله في الحكاية دي ما بتأثرش، الحمد لله ما بيأثروا في حاجة تانية. وأفتى البغوي بأنه يجب إطلاقه لفعلها، والأولى ما قاله الغزالي من أن القاضي إن رأى المصلحة في منعه منع وإلا أطلق، ولو اجتمع في الحبس 40 فصاعدا لزمتهم الجمعة. يعني لو تقعدوا كده في زنزانة والزنزانة كبيرة كده وقعد فيها 40 فأكثر، واحد فيهم يقوم يخطب ويصلوا جمعة، خلت بالك ازاي؟ خلاص لزمتهم الجمعة. وإذا لم يكن فيهم من يصلح لإقامتها بأن لم يحسن الخطبة والإمامة، فهل لواحد من أهل البلد إقامة الجمعة لهم أم لا؟ والظاهر أن له ذلك كما قاله بعض المتأخرين، ويكون ذلك من التعدد لحاجة وفقد مركوب لائق. لو كان حكاية يعني مروحه للجمعة محتاج انه يركب ركوبة لانه المسجد بعيد، وهو راجل كده محترم عمدة البلد بقى ولا وزير، ما ينفعش يركب حمار، ده مش اقل من حصان، واخد بالك؟ وبعدين ما فيش المركوب اللائق بيه، مش موجود، يبقى ساعتها تسقط عنه الجمعة يصلي دول. ما هو بقى مقيم بقى، ما هو مسجون سنة واثنين وثلاثة وقاعد عايش بقى، فبقى أصبح السجن وطنه، مش كده؟ وفقد مركوب لائق، فإن وجد مركوبا لائقا به ولو آدميا، يعني لو واحد آدم يشيله، كويس؟ يعني هو مسكين بيبقى راجل بيحتاج حد يشيله، وجبت عليه فتلزم شيخا وزمنا إن وجد مركوبا لائقا بهما بملك أو إيجار. راجل شيخ كبير هو صحيح البنية لكن ما يعرفش يمشي المسافة الطويلة دي، واخد بالك؟ لكن هو صحيح البنية بيتحرك في بيته كده صحيح، يبقى إيه؟ لو وجد مركوب لائق به أو زمنا، يعني عنده أمراض الشيخوخة، يعني أدي معناه ضعف الشيخوخة، مرض مزمن يعني. إن وجد مركوبا لائقا بهما اللي هو الزمن أو الشيخ بملك أو إيجارة أو إعارة، مش هبة، لأن الهبة المنة فيها علي، يا إما بملك أو إيجارة يدفع الأجر أو إعارة، لأن الحاجات دي ما فيهاش منة، إنما الهبة فيها منة. يقول له فاكر لما كنت ما بتقدرش تروح الجمعة غير أما أبعت لك العربية توصلك، بعد ده كله تيجي؟ يفضل يعايره، الله، طب مش عايزينها بقى. انما لما بيبقى بيأجر ويدفع ما يقدرش يقول له كده، صح؟ وعلشان كده الهبه لا تقبل ايه؟ اذا لخوف المنه، لخوف المنه. لكن الاعاره والايجاره والملك ايه؟ نفس الحكايه في باب التيمم، نفس الحكايه في باب التيمم. يعني لو فقد الماء ولم يجد ماء في مكان مفقود الماء الا ببيع بشراء يعني او باعاره، لا يجوز له ان يتيمم. طب لو بهبة يقول لك لا يتيمم وما ياخدوش علشان ما يقعدش ايه يعيره بعد كده، فهمتني؟ لكمال المنة، لعظم المنة. ولم يشق الركوب عليهما كمشقة المشي في الوحل، ولا يجب قبول الموهوب، اهو، ولا يجب قبول الموهوب لما فيه من المنة، واخد بالك؟ وفقد قائد لأعمى، واحد أعمى ومش لاقي قائد يقوده للمسجد، سقطت عنهم الجماعة والجمعة. فلو وجده لزمته، لأن العميان نوعين، نوع يمشي بلا قائد ونوع يمشي بقائد. إذا كان أعمى يمشي بقائد يبقى إيه؟ تسقط عنه لو ما فيش قائد. لكن في عميان كده جريئة، تلاقيه متعود يفتح الباب ويمشي ويعدي الشارع، بتشوف النوعية دي بتلاقي في ناس تمشي بلا قائد. عشان كده سيدنا رسول الله لما جاله ابن أمه مكتوم وكان أعمى بيعتذر عن حضور صلاة الجماعة، فالرسول أذن له، فلما النبي أذن له راح قايم وترك النبي وراح مدي ظهره وماشي لوحده بلا قائد، متجه للخروج من المسجد. فلما لقى النبي ماشي كده بلا قائد قال له تسمع الأذان؟ قال نعم. قال إذن فأجب. يبقى النبي أفتى الأول متصور على إنه أعمى بقى ويحتاج قائد، فقال له خلاص بصلي البيت. فلما لقى ماشي بلا قائد قال له إيه؟ قال له إذن فأجب.
يبقى الأعمى نوعين، نوع يمشي بقائد ونوع يمشي بلا قائد. فهمتني؟ وفقد قائد لأعمى فلو وجده لزمته، لو وجد القائد لزمته الجمعة ولو بأجرة مثل يجدها، فإن لم يجده لم يلزمه الحضور. وإن أحسن المشي بالعصا خلافا للقاضي حسين لاحتمال حدوث نقرة في الطريق فيتضرر بالوقوع فيها. نعم إن كان قريبا من الجامع بحيث لا يتضرر بذلك وجبت عليه. ويمكن حمل كلام القاضي حسين على هذا، ومحل كون المريض ونحوه معذورا إن لم يحضر محلها، وإلا فليس له أن ينصرف إن دخل وقتها ولم يزد ضرره بانتظاره فعلها أو أقيمت الصلاة، وله الانصراف قبل دخول وقتها ولو لم يحصل له ضرر وبعد دخوله وزاد ضرره بانتظاره فعلها ولم تقم الصلاة. فإن أقيمت امتنع الانصراف. نعم لو أقيمت وكان ثم مشقة لا تحتمل عادة، لا تحتمل عادة، فالمتجه أن له الانصراف ولو بعد تحرمه. يعني واحد يتضرر من انه ينتظر الخطبة، طالت عليه قوي فابتدى يتضرر، له الانصراف. عنده مثلا يعني بروستاتا، عنده سكر والبول زنقه، عنده اي حاجة والخطيب طول، له ان ينصرف. طيب افرض قاعد يمسك في نفسه ويقول هيخلص هيخلص، وابتدى رجله الله اكبر، ده قال الله اكبر من هناك جت زنق، يبقى له ان يتركها خلاص حتى ولو بعد تحرمه. واخد بالك ازاي؟ ويروح بقى يتوضى ويفك عذره. فهمت؟ ادي معنى كلام الشيء. فان اقيمت امتنع الانصراف. نعم لو اقيمت وكان ثم مشقه لا تحتمل عاده، فالمتجه ان له الانصراف ولو بعد تحرمه، لكن لا ينصرف بعد تحرمه الا لامر شديد جدا. واما المراه والخنثى والرقيق ونحوهم فلهم الانصراف قبل احرامهم بها من غير تفصيل. والفرق بين نحو المريض وهؤلاء أن المانع في نحو المريض مشقة الحضور وقد حضر متحملا لها، والمانع في هؤلاء صفات قائمة بهم لا تزول بالحضور، زي المرأة تفضل المرأة على طول، دي ملازمة لها، إنما المرض مش ملازم، قد يجد في نفسه نشاط وقد يطرأ عليه المرض، مش كده؟ مش ملازم ليه. ويسن لمن لا تلزمه الجمعة جماعة في ظهره وإظهارها، يسن لمن لا تلزمه الجمعة جماعة في ظهر، انه يصلي جماعة في الظهر في البيت بقى، يسن ليه بقى، وإظهارها إلا إن خفي عذره، فيسن له إخفاؤها لئلا يتهم بالرغبة عن صلاة الإمام. ويسن لمن لا تلزمه الجمعة جماعة في ظهره وإظهارها، إظهار الجماعة يعني، إلا إن خفي، إنه لو الناس عرفت إنه بيصلي ظهر في بيته، واخد بالك، يقوم يسألوا عذره ايه ويقعدوا ينقبوا ومش عايز يعرف الناس عذره، واخد بالك، يبقى في الحالة دي يخفيه لئلا يتهم بالرغبة عن صلاة الإمام، ومن لا يرجو زوال عذره. والأفضل له تعجيل الظهر ليحوز فضيلة أول الوقت، اللي هو مش هيصلي الجمعة، الأفضل ليه يبتدي الظهر في أوله ليحوز فضيلة الوقت أول الوقت، بخلاف من يرجو زوال عذره كعبد يرجو العتق، فإنه يسن له تأخير ظهره إلى فوات الجمعة. واعلم أن كل من صحت ظهره ممن لا تلزمه جمعة تصح منه الجمعة وتغنيه عن ظهره، لأنها إذا صحت ممن تلزمه فممن لا تلزمه أولى، لأن الأول أتى بها لأداء ما عليه، والثاني أتى بها للتبرع. وفرق بين من يؤدي ما عليه من الدين ومن يتبرع، وهذا أولى ما قيل في هذا المقام. ونقف على قوله ومسافر، اللي هو سفر مباح يعني. إن شاء الله السبت بعد القادم، السبت القادم هنأخذ أجازة. وكل عام وأنتم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.